الصلاة والسلام على رسول الله. عبد الفتاح الحلي رئيس جمعية الصفا للتنمية البشرية. كما كتشوفوا الحمد لله فاليوم كان حافل بالأنشطة منذ الصباح الباكر هنا بدوار الصفا جماعة أي تيمور قيادة أي تيمور. هذا اليوم اللي كان حافل كما قلنا بالأنشطة الحمد لله اللي هي أنشطة منذ الصباح الباكر من ضمنها عملية الختان اللي ضمن الأطفال فائدة أطفال المنطقة جميعا، ثم فحوصات طبية وإعطاء أدوية للمستفيدين من هذا وتوزيع الخفاف، والحمد لله ختامه مسك كما كتشوفوا في هذا المساء هنا في مؤسسة الصفا اللي كتشهد الحمد لله واحد الحفل ترفيهي لفائدة أطفال المؤسسة اللي هما الحمد لله ناشطين وفرحانين بهذه الأنشطة هذه وبهذا الحفل هذا اللي الحمد لله نال الإعجاب ديال الكبار قبل من الصغار. والشكر موصول لجمعية منارة الحوز الشخص الرئيس ديالها السيد عبد الواحد مجاد، وكذلك دار الإنماء فشخص السيد أيوب رئيس ديالها، وكذلك جميع السلطات المحلية وعلى رأسهم قائد قيادة أي تيمور السيد محمد السليماني اللي ما يبخلش علينا بالجهد بأدنى جهد واللي كيقدم لنا كل المساعدات. فشكرا للجميع وشكرا للجميع وشكرا للمساهمين جميعا. شكرا أخبار الفجر المغربية اللي تتواكب الحادث ديالنا اليوم 25/6/2022. الحادث هو تنظيم قافلة تضامنية اجتماعية من طرف منارة الحوز وجمعية صفصافة بشراكة مع مؤسسة دار الإنماء بالدار البيضاء. الحمد لله كما شاهدتم معنا النشاط متواصل ديال هاد القافلة التضامنية الاجتماعية من الصباح انطلاقا بتوزيع الخفاف وعملية إعذار الجماعية وفحص فحوصات طبية، وصولا إلى هذه اللحظة التي يشتاق لها كل أطفال مركزية الصفا التي يبدين الفرح والسعادة. كما ترون الأطفال الحمد لله جد مسرورين لقدوم قافلة التضامنية، وتنشكروا جميع المتدخلين وجميع السلط وعلى رأسهم قائد قيادة أي تيمور السيد محمد سلماني على دعمه وإنجاحه لقافلتنا. الشكر وكل الشكر له، والشكر كذلك لجميع الذين ساهموا بالمال وبالجهد وبكل ما أوتوا من قوة الحمد لله. وتنشكر رئيس جمعية صفصافة السيد فتاح الحلي ورئيس مؤسسة دار الإنماء السيد مسموح أيوب على الجهود التي قدموها وتضحية الجسام. نشكر كل الحاضرين الذين أتوا لإعطاء إغناء هذا الحفل وإعطاء طبع ولون آخر الحمد لله. وكذلك نتمنوا سميتوا الناس اللي متبرعين في عملية ديال المسجد بالقبول إن شاء الله، والناس اللي عيانين ومراض إن شاء الله نتمنوا لهم بالشفاء العاجل.